لك ما بيصير هالحكي، ما بيصير. شو قصتك؟ ما عم تفهم هذا الشيء غلط غلط. شو بتساوي؟ ولا شيء، بتحاول تتجاهلها مو اكثر. اي قهوه؟ ما بحبها، وانت بتعرفيني يا ندى. يا حبيبتي راسي عم يضرب ضرب، اذا ما شربت قهوه ما بيرتاح. طيب ماشي، انا بحاكيك بكره الصبح تمام؟ ما بأخرج هلا، كمل. يلا دير بالك على حالك. وي فرح، ما عم تحكي؟ يعني مبينة ما بدها اثنين يحكوا فيها، عشقانة الأخت. ما كأنها سكرت لأنه بس فتنا، ما؟ لا عشقانة ولا مبطخة. لا أشرب قهوة إجت بوقتها. فتروحة، هلا أنا بعرفك كثير منيح. شوفي. بالأول اسألية مع مين كانت عم تحكي هالسهيانة؟ إلا يروح مخك لبعيد أنت وياه، كنت عم أحكي مع أخي هشام. أخوك هشام اللي حضرنا عرسه من سنة. هو بذاته. وهلا ناطر بيبي جديد. أو لا شك إنه مو عاجبك أم؟ شكلها مرت أخوك أحلى منك، غيرانة منها، مو هيك يا ملعونة؟ لا أنت مانك منطقية بتحليلاتك. سمعتيها؟ صدقتي هلا؟ لك إيه جو من يوم يوم، يعني والله لو حكت غير هيك كنت رح أستغربها. تضربي شو قوية؟ يعني هلا بدك تضطريني أنا أحكي شو صاير؟ شفتي؟ شفتي كيف خليتك تحكي؟ والله أنا ضيعاني على هالكوكب. هيك أخ بس شي صاروخ هيك يجي ينتعك من وشي ويريحني. القصة وباختصار إنه أخي هشام بعد ما تزوج وناطر بيبي طلع له هلا حب حياته القديم. عم تمزحي؟ لك ولي هاد ألم حب بيوجع القلب. ما بتعرفي يا حرام قديش هو موجوع وقديش هو عم يتذكر تفاصيل التفاصيل اللي بتجمعه بهالبنت اللي كان اسمها ماري. ماري ما غيرها؟ بيكون الواحد قاعد بأمان الله فجأة بيطلع له إعصار مدمر. لا وخاصة إنه بعد ما تركوا، يعني ماري حبها كتير والمشاعر الحقيقية يعني ما بيروح الزمان. وهالمسكين هلأ عم بيتلوى واقع بين نارين، ويلو مرته ما بده اياها تحس بشي، ويلو قلبه نار وشاعلة من حبه القديم. هاي صراع العقل والقلب مع بعض، وما في مرة تصارعوا إلا وصار مجازر من بعدها. بس أنا برأيي يدعس على قلبه بالوقت الصح، لأنه إذا ساق بالقصة ورجع صار يتذكر ويحن، فاعتبري إنه زواجه بسلامتك. عن جد فرح، يعني لازم تحكي معه إنه هو ما كتير يسوق بالسيرة، لأنه رح يوصل لمكان مو منيح بالمرة، رح يخرب حياته الأسرية. ها مو بكيفه أبدا، بده يحط حد للموضوع. شو اسمه رجال؟ شو بدك تعملي؟ حبيبتي نحن هلأ اليوم بالحاضر، ومبارح راح في هلأ نسرين اللي هي مرته واللي حبها من قلبه وبس. لو حبها ما كان اهتز من وجود القديمة أول ما طلت راسها مثل الحردون. وانتي ليش هيك عم تحكي عنه؟ شو عرفك بالمخلوقة؟ يعني بلكي كان لقاء فيه صدفة. لا حبيبتي مو صدفة، مستقصدته ولاحقته كمان. قال شو؟ هلأ صارت ما بقى عم تتخيل انه هو عايش مع غيره. شفتي؟ شفتي اني ظلمت الحردون بس شبهتها فيه؟ لك هي عقربة. بتعرفي في كتير بنات بس يتركوا الشخص اللي كانوا مرتبطين معه، اول ما هذا الشخص ياخد قراره بانه يتزوج ويبني حياة جديدة بتلاقيهم جن جنانهم وبيحاولوا يرجعوا له باي طريقة ممكنة. بس هذا الشيء ما له منطق. انت لازم تحكي مع اخوكي، يروح هو ومرته على السوق، يجيبوا طيارة للبيبي، يعمل تحضيراته، يصير ياخذوا مطاعم، إذا بدهم كمان يجوا يزورونا، يعني يعمل أي شيء هو بيشغله، ما يترك لحاله مجال يقعد يفكر. معك حق، أنا رح أقول له كل كلمة هلأ قالتها ندى، عن جد، والله مرته حبابي وما بتستاهل أبداً، يعني ما بتستاهل تحس بالشي اللي هلأ عم بيصير. مزبوط. هو الطرف الثالث بالعلاقة دائما بيكون ضحية، بس هو لازم يشغل عقله بقى. صح، لازم ياخد قرار شجاع وحكيم، لأنه هاي الأمور أبدا ما فيها مزح، لازم يحسم أمره نهائيا. ما أنا عم بقله والله ما عم أحكي غير هيك،
بس هو ما بعرف شو صاير له، يعني كتير فايت بمود الذكريات والرومانس والماضي. حبيبتي لو كان بتفهمي انه هي المخلوقة يلي اختارت انها تكمل حياتها كلها معه، ما لازم بانه هو يجرحها. لهيك بتدقي له وبتمسح الارض بحبه الاول وبقلبه. هلا هو لاحق لي قلبه، بس انا هلا صار دوري، دوري بس هيك صحي صحي له مخه بس.